يعطيكم العافية. وصلنا لعند الماتن. طيب، في عنا بدنا ناخذ هذا الماتن بعنوان كلاس زبانة فارسي، فإذا صف اللغة الفارسي. طيب هلا مثل العادة رح أقرأ أول شيء قراءة، انتبهوا أنتوا على موضوع اللفظ كيف عم بلفظ الكلمات، بعدين بننتقل لشرح الماتن ومنحل الأسئلة يلي موجودين عليه. كلاس زبانة فارسي. ديروز معلمة مهربانة زبانة فارسي به کلاس من آمد. او با کتاب زبان فارسی به کلاس آمد. معلم من یک ساعت به ما زبان فارسی درس داد. او کتاب فارسی را هم برای ما خواند. ما هم بعد از او کتاب فارسی را خواندیم. ما صحبت‌های معلممان را خوب شنیدیم و همه صحبت‌های او را فهمیدیم. معلم به ما تمرین و مشق فارسی داد. سپس من و بچه‌های کلاسمان شعر به زبان فارسی خواندیم. بعد از کلاس من به خانه رفتم. ابتدا نهار خوردم، بعد یک ساعت و نیم خوابیدم و بعد از خواب تمرین ها و مشق های فارسی ام را نوشتم و دوباره کتاب فارسی را خواندم. من درس های کتاب فارسی را خیلی خوب و کامل فهمیدم. طب لحتى نبلش بالشرح، نبلش بأول جملة. شو عم بيقول بأول جملة؟ ديروز معلمة مهربانة زبان فارسي بكلاس من آمد. فإذا البارحة جاء، مين إجا؟ طبعا جاء إلى صفنا، كلاس من صفنا. فإذا في عندي هون شو الضمير المتصل، ضمير بيفست. طيب لكم مين إجا؟ معلمة مهربانة زبان فارسي، لاحظوا كلها كسرات هون. إذا في عندنا مضاف ومضاف إليه، في عندنا موصوف وصف. فإذا إجا من المعلم، معلمة مهربان. أول شيء شو معنات مهربان؟ مهربان معناتها الرحيم، اللطيف، جنتل، بهالمعاني بتجي. فإذا المعلم اللطيف، شو كمان؟ زبانة فارسية، اللغة الفارسية. فإذا معلم اللغة الفارسية اللطيف، طبعا هيك بنترجمها بالعربي. ولكن بالفارسي مثل ما قلنا، اذا متذكرين قلنا على طول الصفه بدها تلزق دغري بالموصوف، فطالما المعلم هو اللطيف او الرحيم، فاذا مهربان بدها تيجي دغري من بعد شو؟ معلم. بنرجع بنحط شو؟ اللغه الفارسي. فاذا كلها بتصير معلمه مهربانه زبانه فارسي، معلم اللغه الفارسيه اللطيف. طيب او با كتاب زبان فارسي بكلاس آمد. فإذا هو جاء إلى الصف مع شو؟ مع كتاب اللغة الفارسية. فإذا إجا مع كتاب اللغة الفارسية. طيب معلمنا يك ساعات، فإذا ساعة واحدة بما زبان فارسي درس دول. فإذا نرجع نذكر، في عنا أفعال باللغة الفارسية بتيجي من شقفتين، من قسمين، هذا واحد منهم، درس دوت. طبعا اذا عم نترجم ترجمه حرفيه، اعطى درسا، كترجمه كليه بتجي بمعنى درس تو تيش. فاذا درسنا ساعه، شو درسنا؟ زبان فارسي، اللغه الفارسيه. طبعا مثل ما قلنا كمان بنرجع بنكرر انه هذا الفعل بده ب، يعني بيلحقه ضميره، عفوا، حرف إضافة يلي هو حرف الجر ب. فإذا لاحظوا هون، يعني نحن بنقول بالعربي درسنا اللغة الفارسية، أما بالفارسي بدها تكون بهذه الطريقة، درس اللغة الفارسية. بس طبعا لما أقول لمين مثلا، درسنا لإلنا، كيف بقول لإلنا؟ بقول ب ما. فإذا من هون بيجي موضوع الب، الشخص يلي درس بده يكون في قبله هذا الحرف إضافة، بنرجع بنحط الشخص اللي درس أو الضمير الراجع له. طيب أو كتاب فارسي را هم برأي ما خاند. إذا هو قرأ
الكتاب الفارسي أيضا شو برايمه من أجلنا. فإذا درسنا فارسي وقرأ لنا شو كتاب الفارسي. موهم بعد زقو، فإذا نحن أيضا بعده شو عملنا؟ كتابة فارسيرة خاندين، إذا قرأنا الكتاب الفارسي. لحد هلا تمام كله سهل. ما صحبت هاي معلمة مانرا خوب شنيدين. طيب هلا نكسر الجملة تاني، لنوقف هون. شنيدين سمعنا، فإذا نحن سمعنا شو سمعنا؟ صحبت هاي معلمة مانرا. أول شيء هذه الكلمة أول مرة بتمرق، صحبات. صحبات بأي معنى بتجي بالفارسي؟ بمعنى الحديث أو الكلام. فإذا هاني مجموعة صحبتها هي معلمة مون، فإذا حديث معلمنا أو كلام معلمنا. فإذا نحن سمعنا كلام معلمنا شو خوب جيدا. هاي أول جملة. فهمية صحبتها هي أورا فهميدي، وفهمنا جميع كلامه. لاحظوا صحبت هاي او كلامه. طيب طبعا هاني لاحظوا اي ضمير هو مستعمل؟ ضمير شو؟ جدا، الضمير المنفصل. مثلا هاني بدل او شو كان فينا نقول؟ صحبت هايش الشين. طيب معلم بما تمرين ومشق فارسي داد. فاذا المعلم شو عمل؟ اعطى لنا، او اعطى طبعا بما إلينا أو لنا، طبعا إحنا بالعربي بنقول أعطانا، ولكن بالفارسي بهذا الشكل بنقولها، وكأنه عم نقول أعطى لنا أو أعطى إلينا. طيب شو أعطانا؟ تمرين بمشق فارسي. فإذا تمرين وشو وفرض فارسي. سيباس، سيباس بمعنى ثم. سيباس ثم. من باباتشيهاي كلاسيمون شعر بزبان فارسي خاندين. هون قبل ما نترجم الجملة بس بدي أعطيكم ملاحظة عن هيدي باتشي أو باتشيها. طيب إذا متذكرين قلنا مرت معنا سابقا، قلنا باتشي هيدي باتشي لعند الها مثل كوداك بمعنى الطفل أو الولد، الطفل تشايلد. طيب هلا لما تنجمع باتشيها صار معناتها الأطفال، صح؟ قلنا الها هي للجمع، صار معناتها الأطفال. ولكن باتشيها بتيجي بمعنى تاني بالفارسي. كيف لما طبعا المعادل تبعها باللغة الإنجليزية هو جايز. مثلا افترض عندنا مجموعة، مش ضروري يكونوا أولاد، قد يكونوا شباب أو ختيرة حتى أو كبار بالعمر، بس بغض النظر، المهم في عندنا مجموعة قاعدين شباب صبايا كذا جروب، خلينا نقول. فمثلا بنقول بالإنجليش جايز، صح؟ مثلا بالعربي إذا بدنا نلاقي لها معادل، مثلا كيف لما نقول يا جماعة مثلا، عرفتوا كيف؟ بهذا الشكل. فاذا تيجي بهذا المعنى. فاذا لذلك يعني بدنا ننتبه من هون بالرايح، لما نشوف هيدي باتشيها قد يكون معناتها الاطفال الاولاد الصغار، وقد يكون لا مجموعه قاعدين شباب صبايا او شباب وصبايا مع بعض او بغض النظر. فبدنا نقول يا جماعه مثل ما بنقول بالانجلش جايز، فاذا بتيجي بهذا المعنى كمان. فاذا من سياق الجمله بنعرف باي معنى جاي. طيب هلا انا و شو باتشي هاي كلاسيمون، فاذا جماعه صفنا او اطفال صفنا، طبعا هلا عن حسب اذا نحن صغار بالعمر او بغض النظر، شعر بزبان فارسي خاندين. فاذا قرانا الشعر باي لغه؟ باللغه الفارسيه. تمام. بعد كلاس، بعد الصف شو صار؟ من بخانه رفتن، انا ذهبت الى البيت. ابتداء نهار خوردم، فاذا ابتداء first شو عملت؟ اكلت شو طعام الغداء. بعد ثم يك ساعة نيم خابيدا، فاذا نمت قديش؟ يك ساعة نيم، ساعة ونص. فبعد خواب وبعد النوم شو صار؟ تمرين ها بمشق هاي فارسي امرا نوشتم، فدوباره كتاب فارسي را خواندم. فاذا بعد النوم شو صار؟ اول شيء في عنا هون جملتين، لهاني اول جمله شو بتقول؟ اول جمله تمرين ها
فمشقهاي فارسي أمرا نبشتم. فإذا كتبت التمارين وشو و طبعا مشق قلنا بمعنى هومورك الفرض والفروض الفارسية. لاحظوا هون في عنا الضمير المتصل مضاف لهيدي الكلمة. فإذا تمرين ها معطوفة على مشق هاي فارسي. هذا يلي قلناها النوت بالسيشن الماضية، إنه إذا بدي زيد ضمير على كلمات معطوفة بالفارسي بس بزيدها على آخر كلمة. طبعا فإذا هاني إذا بدي ترجم للعربي كيف صارت الترجمة؟ كتبت تماريني وفروضي الفارسي. بالعربي الضمير بيلحق كل الكلمات المعطوفة، أما بالفارسي قلنا بس بنحطها لآخر كلمة. طيب إذا كتبت فروضي وتماريني الفارسية، شو كمان؟ ف دوباري كتابي فارسي را خاندان. دوباري هلا هذه الكلمة كمان أول مرة بتمرق، دوباري معناتها أجان مرة أخرى. فإذا أجان أو مرة أخرى، شو عملت؟ قرأت شو الكتاب الفارسي. من درس هاي كتاب فارسي را خيلي خوب و كامل فهميدم. آخر جملة أنا فهمت. فإذا درس هاي كتاب فارسي دروس الكتاب الفارسي. فإذا فهمت دروس الكتاب الفارسي كيف؟ خيلي خوب و كامل. فإذا يعني جيد جدا وبشكل كامل بهذا الشكل. فإذا لاحظوا يعني بس كون عارفين معاني الكلمات، وطبعا احنا صار يعني صار عندنا فكرة كتير كبيرة عن موضوع الجرامر، صرنا اخدين يعني بقدر لا بأس فيه بالموضوع الجرامر والقواعد، بصير جملة جملة ترجمهم وحللهم وبيطلع معي المعنى الكلي للمتن. يعني بالنهاية ما كتير هو صعب، يعني بتصور صار الموضوع سهل. طيب ننتقل هلا للتمارين اللي موجودة على المتن. تمرين دافوس ده با تبديه بمات بسؤال هاي زير باصخ بدهي. فإذا بدنا نجاوب على هذه الأسئلة بالتوجه لشو المتن. يك يا معلم، يك ساعة وربع بما زبان فارسي درس داد. هل المعلم درسنا يك ساعة وربع، ساعة وربع اللغة الفارسية؟ طيب إذا رجعنا على الماتن ليكو هون شو قايل؟ مؤلمة مان يك ساعة بما زبان فارسي درس. فإذا يك ساعة ساعة واحدة، أما هون شو قايل؟ ساعة وربع. وبناء على شو بتطلع الجملة؟ بتطلع الجملة غلط. فإذا هذه يس نو كويستشن، بدي أقول إيه أو لا وبدي أظبط الجملة. فإذا هون الإجابة غلط، إذا نا أو نا خير. فإذا كلا فإذا بدال يك ساعة وربع بحط يك ساعة. طيب هلا إذا بدي أكفي الجملة بما إلى آخره زبان فارسي درس دوت. هلا طبعا الواحد ممكن يجاوب إجابة كاملة كاملة، يعني يقول معلم يك ساعات بما زبان فارسي درس دوت. يعني هلا أنا بس مراعاة واختصارا للوقت يعني ممكن ما أجاوب إجابة كاملة. طيب دو يا معلمة، عفوا يا معلم كتاب فارسي را هم براي ما خواند. هل المعلم قرأ الكتاب الفارسي أيضا من أجلنا؟ طبعا هذه الجملة موجودة قلناها إن هو قرأ لنا كتاب فارسي. فإذا وبناء عليه بدها تطلع الجملة بلى نعم أو أري، إذا عم بحكي بالعامية أري، وبرجع بعمل كوبي بيست للجملة ما بيتغير شيء فيه. فإذا المعلم إلى آخره براي ما خان، فإذا الجملة هون ما بتتغير لأنها مظبوطة، والضمير يعني عم الضمير هو بضل هو، ما في أي تغيير بالجملة. طيب آيا ما همي الصحبات هاي معلمة مانرا فهميدين. طيب شو عم بيقول هون؟ هل نحن فهمنا
جميع حديث معلمنا، كمان لاحظوا هذه الجملة مثل ما هي موجودة أحي، ما صحبت هاي معلمة من را خوب شنيدين بهمية صحبت هاي أورا فهمين. فإذا كمان هيدي الجملة شو مزبوط. فإذا نفس القضية بنفس الطريقة بلا، وبرجع بحط كمالة الجملة ما بتغير شيء. طيب ما بقدس كلاس تشي خانديم، فإذا ما بقدس كلاس تشي خانديم، فإذا تشي منذكر معناتها ماذا؟ نحن بعد الصف ماذا قرأنا؟ شو قرينا بعد الصف؟ طيب لنرجع على المتن. ليكو هون شو قال؟ سباس مان باباتشي هاي كلاس مان شعر بزبان فارسي خاندين، فإذا قرأنا شو؟ الشعر باللغة الفارسية. طيب فإذا إذا هون عم بيقول لي ماذا قرأنا، شو بدي أقول له؟ هلا إذا بدي أجاوب إجابة كاملة، ما بقدس كلاس، نكتبها ما بقدس كلاس. طيب هلا بدي أحط الإجابة، شعر ب زبانة فارسي باندي، إذا نحن بعد الصف قرأنا الشعر باللغة الفارسية. خلاص بانش آيا من قبل زخاب تمرين ها ومشق هاي فارسي أمرا نبشتم، هل أنا قبل النوم كتبت تماريني وفروض الفارسية؟ لحظة هون شو قايل قبل النوم؟ هون شو قال؟ وين حكي عنا؟ هون بهذه الجملة بعد يك ساعات ونيم خابدا وبعد خاب تمرين ها بمشق هاي فارسي امراني بيشتغل، فاذا بعد النوم، اما هون شو قايل قبل النوم، وبناء على الجملة شو بتطلع غلط؟ فاذا نا خير من بعد خاب، فاذا بعد النوم بعد خاب تمرين ها وكف الجملة للأخير إلى آخره نبشتا. بنكون خلصنا هودي الأسئلة، كمان إذا لاحظتوا منهم صعبين يعني سهلة. طيب ننتقل للي بعدهم. شو بيقول هون؟ تمرين سيزده، تمرين شو 13. با توجه بمتن جملة هاي درست ونا درست را مشخص كنيت، فإذا بدنا نشخص الجمل الصح والغلط ترو وفولس. طيب يك معلم با دفتر فارسي بكلاس آمد، شو عم بيقول هاني؟ المعلم جاء مع الدفتر الفارسي إلى الصف. هاني إذا بنرجع للماتن هو ما قال دفتر، قال كتاب، إجا مع الكتاب الفارسي، وبناء عليه رح نعتبر هذه الجملة شو؟ غلط. فإذا نادرس تحط نون نادرس دانش آموزان شئ بزبان فارسي خواندن، فإذا التلاميذ إيه. طبعا هون في بس ملاحظة بدنا نقولها، لاحظوا هون شو في عندنا دانش آموزان. طيب دانش آموز نحن بنعرف هي معناتها التلميذ، تلميذ المدرسة. طيب إذا بدي أجمعها قلنا نحن شو هي علامة الجمع بالفارسي؟ هيدي الهاء، هيدي الهاء إذا بحطها حد أي اسم بالفارسي بتعطيني الجمع. طيب هلا هون في سؤال، هل يا ترى علامة الجمع الوحيدة باللغة الفارسية هي هيدي الهاء؟ الجواب هو لا، في علامات أخرى. مثلا لاحظوا بالعربي والله في عندنا الواو والنون، الياء والنون، في عندي مثلا جمع التكسير، يعني في عندي أكثر من علامة جمع. بالفارسي كمان الموضوع نفس الشيء، نفس الشيء، عندي أكثر من علامة جمع. نحن هلا بس خدنا الهاء. طبعا والهاء هيدي شو الحلو فيها؟ إنه هي ما في إلها استثناءات، يعني تطبق على كل الكلمات والأسماء، يعني الأسماء الموجودة بالفارسي. هلا أما علامات الجمع الأخرى طبعا يلي يعني إحنا لحد هلا بعدنا ما خدناهم، هوديك إلهم قواعدهم الخاصة، يعني ما بيزبطوا على كل الكلمة. طيب وحدة من هودي العلامات هي هيدي الهون الألف والنون، فإذا الألف والنون هي وحدة من علامات الجمع بالفارسي، فإذا دانش آموزان شو صار معناتها؟ التلاميذ. طيب التلاميذ قرأوا الشعر باللغة الفارسية، فإذا هذه شو؟ هذه درست مزبوطة. ما
قبل از معلم کتاب فارسی را خواندیم و نحن قرأنا الكتاب الفارسي قبل المعلم. أكيد هذه غلط، نادرس نحن أنه شو قرينا بعد المعلم. طيب، من يك ساعته سي دقيقة خابدا؟ أنا نمت قديش يك ساعته سي دقيقة، ساعة وثلاثين دقيقة، صح أو غلط؟ هلا هون هو بالماتن، إذا بنرجع للماتن شو حاطط هو؟ يك ساعة بنين، يعني قدها ساعة ونص، ساعة ونص هي ذاتها ساعة وثلاثين دقيقة، وبناء عليه درست. من أقدس كلاس بكتاب خانة رفتم؟ إذا أنا ذهبت بعد الصف إلى شو؟ كتاب خانة، إلى المكتبة. هلا هيدي الجملة غلط، ليش؟ لأنه هو شو قال بالماتن؟ قال خانة، ذهبت إلى البيت، إلى البيت مش إلى المكتبة، وبناء عليه نا درست. فإذا بنكون خلصنا الأسئلة اللي موجودة على هيدا المات. طيب هلأ بدنا نبلش بالجفتجو، الحوارات يلي موجودة بهذا الدرس. هلأ طبعا بهذا الدرس في عنا 3 حوارات، رح ناخذ بهذا الفيديو بعد حوار واحد ونخلي البقايا للفيديو القادم. في عنا حوار بين مين ومين؟ نرجس زينب. طيب طبعا هلا بهذا الحوار ما في عنا كلمات جديدة، كل الكلمات موجودة، فإذا يفترض ما نواجه صعوبة بفهم الجفتو. زينب: آيا ديروز كتاب فارسي أمرا بتو دادم؟ آره کتابت را به من دادی. آیا جواب تمرین ها را از روی کتاب من نوشتی؟ نه، من فقط معنی کلمه ها را از روی کتابت نوشتم. معنی کلمه های جدید را فهمیدی؟ آره، من معنی همه کلمه ها را فهمیدم. من ابتدا معنی کلمه ها را در دفترم نوشتم و سپس 3 بار آنها را خواندم. طيب شام بسرعه. آیا دیروز کتاب فارسی ام را به تو دادم؟ عم تسأله هل البارحه دادم اعطيته؟ فإذا بتو يعني لك أو إليك، فإذا أعطيتك كتابي الفارسي. فإذا عم تسألها إنه أنا امبارح أعطيتك كتابي الفارسي، شو قالت لزينب؟ أري صح، كتابت را بمن دادي. فإذا لاحظوا دادي لأنه أنت، فإذا دادي أعطيتي بمن، فإذا لي بمن، فإذا لي أو إلي، فإذا بمن دادي شو بتصير هيدي؟ معناتها أعطيتني، فإذا أعطيتني كتابك كتابك. طيب آيا جواب تمرين هارا از روی كتاب من نوشتي؟ ليك هون شو سألتها، قالت له هل كتبت جواب التمارين من فوق كتابي؟ هل كتبت انت جواب التمارين من فوق كتابي؟ هلا شو المقصود من فوق كتابي؟ يعني كيف بنقول بالعربي انه كزيت الاجوبه عني، نقلت الاجوبه عني؟ فاذا هيك هي عم تسالها. شو قالت لها؟ قالت لها نا كلا، من فقط معنيه كلمه هارا ازروي كتابه نبشتها. قالت لها كلا، انا فقط كتبت، شو كتبت؟ معنى الكلمات، معنيه كلمه هارا أزروي كتابت من فوق كتابك يعني عنك. فإذا عمليا هي بس كتبت معاني الكلمات، مش إنه والله نقلت عنا جواب التمارين. طيب شو سألتها؟ رجعت نرجس: معنية كلمة هاي جديد را فهميدي؟ قالت لها فهمت معاني الكلمات الجديدة. طيب شو قالت لها زينب؟ أري نعم، من معنية همية كلمة هارا فهميدا. قالت له أنا فهمت
معنى جميع الكلمات. إذا لاحظتوا فهمتوا معنى جميع الكلمات، فإذا هون شو عندنا؟ عندنا مضاف ومضاف إليه، وهذا كمان إذا مضاف ومضاف إليه. معنى جميع الكلمات. طيب هلا ليكو هون شو عم تقول له؟ من ابتداء أنا بداية معنية كلمة هارا دار دفترا نفشتان. فإذا أنا بداية كتبت معنى الكلمات دار دفترا في كتابي، هيدي أول عفوا في دفتري، هيدي أول جملة. بس باس ثم سيبار أنهار خاندا. على هون سيبار، سي هو الرقم ثلاثة، بار هي المرة، سيبار يعني 3 مرات. فإذا شو قالت له؟ إنه أنا أول شيء كتبت معاني الكلمات دفتري ثم قرأت بس باس سيبار أنهار خاندان. فإذا قرأتها شو؟ 3 مرات، 3 مرات. فإذا هيدا هو الجفتجو مع المعاني تبعه. طيب رح نتوقف هون بهيدا الفيديو، وبالفيديو القادم إن شاء الله بنكفي بقية الجفتجويات وبنشوف شو بعد في عنا بالدرس إن شاء الله. يعطيكم العافية.